أستاذ فيصل، الأستاذ فيصل إقبال عساه بخير. محمد عاصف، محمد عاصف، محمد سميع الدين، محمد سميع الدين، أبو بكر، هذه أستاذ، معليش، عفوا. أنت أبو بكر؟ وزير أستاذ. من قال أستاذ أبو؟ محمد عاصف خان. محمد عاصف أستاذ محمد عاصف خان. أهلا بك. موجود موجود. محمد سميع الدين موجود يا. أهلا بك سيد محمد سميع الدين. أعود إلى محمد عاصف. هل نعم السيد يا أستاذ. السيد فيصل موجود؟ نعم موجود موجود أستاذ. عفوا سيد فيصل، أهلا بك. سيد فيصل، نعم أستاذ. نعود هنا، كم الساعة هنا؟ نقول الساعة الآن الثالثة. الساعة الآن الثالثة. 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 لا تقل الثالثة، انتبه. الثالثة. الثالثة. طيب كم الساعة هنا؟ الرابعة. الساعة الرابعة. الرابعة، نعم. هنا الساعة الخامسة. 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 هنا الخامسة. عفوا، هنا الساعة السابعة. 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 الساعة السابعة. 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 وهذه العاشرة. 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 كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ الساعة الآن. 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 الصب. التسعة. التاسعة. التاسعة. واثنى عشر دقيقة. واثنتا عشرة دقيقة. التاسعة. التاسعة. الآن هكذا، انظر، هذه الساعة الآن التاسعة واثنتا عشرة دقيقة. كم الساعة الآن؟ الساعة الآن التاسعة والثانية واثنتا واثنتا عشرة دقيقة. اثنتا عشرة هكذا، اثنتا عشرة دقيقة. اثنتا عشرة دقيقة. نعم، الساعة الآن التاسعة واثنتا عشرة دقيقة. دقيقة. سيد إقبال. نعم. ما هذا؟ هذا الكتاب. هذا كتاب. هذا كتاب. طيب ما هذه؟ هذا صحيفة. هذه. أخبار. هذه صحيفة. هذه صحيفة. أعد يا سيد محمد إقبال أستاذي. نعم. ما هذه؟ ما هذه هنا؟ هذه صحيفة. 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 حاول ألا تقول صحيفة، صحيفة. صحيفة. شكرا لك سيد محمد إقبال. نعم. محمد عاصف. نعم أستاذ. ما هذه؟ ممكن تلزار.
بالعربية هذه من يعرف هذه الأطباق هذه الأطباق أطباق هذه هذه أطباق هذه أطباق والأطباق جمع تكسير والمفرد ما هو طبق طبق أعد يا أستاذي أستاذ محمد عاصف ما هذه هذه أطباق 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 تمام ماذا يفعل عدنان هنا ماذا يفعل أستاذ هذا يكوي هذا نعم هو يكوي ويكوي الملابس الملابس هو يكوي الملابس طيب ماذا يوجد هنا في هذه الصورة هنا هذا ملابس هذه ملابس تحتاج إلى ماذا هذه الملابس هذه الملابس تحتاج إلى ماذا هذه ملابس تحتاج تحتاج يعني إلى تحتاج نظافة. إلى النظافة إلى النظافة أو إلى غسيل إلى غسيل تحتاج إلى غسيل هذه الملابس هذه ملابس تحتاج إلى غسيل تحتاج ولا تحتاج 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 إلى غسيل ليس تحتاج انتبه ليس تحتاج تحتاج هذه ملابس تحتاج إلى غسيل شكرا لك هل من سؤال أحد لدي سؤال هنا مير علي خان تحتاج ولا احتاج تحتاج يعني أنت هي تحتاج طافي مؤنثة تحتاج نعم وكذلك عندما نقول أنت نفس الشيء نقول أنت تحتاج هي تحتاج وأنت تحتاج وأنا أنا أقول أحتاج أحتاج طيب هو هو يحتاج يحتاج نعم طيب هم يحتاجون يحتاجون طيب هن للنساء يحتاجين يحتجن يحتجن تجن تمام أنتم يحتاجون تحتاجون أنتم تحتاجون أنتما نحتاج نحن نعم أنتما تحتاجان تحتاجاني نحن نحتاج نحتاج تمام هذا ضروري جدا هذا الفعل هذا الفعل نستخدمه كثيرا في العمل أرجو أن تكتبوه هو مهم جدا مهم جدا سأسأل عنه الآن أستاذ هذه الشريفة تشريفة اسأل بني اسأل أستاذي تفضل هذه تشريفة تحتاجون يحتاجون هذه الشركة نعم هذه الشركة تحتاج تحتاج إلى موظف
نعم نعم. مثلا هذه الشركة تحتاج، يعني هي تحتاج. تمام؟ تحتاج معنى؟ نعم يا أستاذ. تحتاج يعني need. تمام؟ محمد سميع الدين. أي أستاذ حاضر. محمد سميع الدين جاهز؟ سأسألك. طيب أريد أن أسألك عن الفعل يحتاج، جاهز؟ يلا جاهز. أنت تحتاج. تحتاج. أعد. تحتاج. تحتاج. هي تحتاج. لم أسمع. هي احتاجي. لا، هي تحتاج. تحتاج. هي تحتاج. طيب أنا احتاج. لا، أنا تحتاج. تحتاج. أنت تحتاج. أنا أحتاج. أنا أحتاج. طيب نحن نحتاج. أحسنت. هو يحتاج. هي. عليكم السلام. عليكم السلام. هي تحتاج. نعم. هم. هم يحتاجون. يحتاجون. طيب. يحتاجون. أنت. تحتاج. تحتاج. شكرا لك. عفوا. لدي سؤال يا أستاذ. تفضل يا أستاذي. هذه الملابس، هذه الملابس ولا هذا الملابس؟ هذه الملابس. هذه الملابس. الملابس. نعم، هذه الملابس. هذه الملابس. طيب. نعم. تحتاج. لماذا هذه؟ هذه هذا. هذا للمذكر وهذه للمؤنث، والملابس مؤنثة. مؤنثة. تمام. ملابس مؤنثة. لدي سؤال يا أستاذ. ثواني. ماذا قلت عن الملابس؟ الملابس واحد ولا جمع؟ الآن أقول لك. ثواني. ملابس، ماذا قلت عن الملابس؟ الملابس مؤنثة. هذا غسيل واحد ولا جمع؟ هنا غسيل واحد. تمام؟ والغسيل يقال فيه، يعني هو مصدر. هنا الغسيل هو مصدر وهو واحد. تمام؟ طيب طيب أين أبو بكر؟ نعم يا أستاذ. أهلا بك يا أستاذي. أستيقظ عند الفجر، ما السؤال؟ وأعطاك الإجابة، أنت تعطي السؤال. أستيقظ عند الفجر، ما السؤال؟ متى أستيقظ؟ أحسنت. متى تستيقظ؟ ممتاز. طيب قال لك هنا أصلي الفجر في المسجد، ما السؤال؟ أين يصلي الفجر؟ أين تصلي؟ أين تصلي؟ أين تصلي الفجر؟ أعد. أين تصلي الفجر؟ طيب هنا لا أنام بعد الفجر.
هل تنام بعد الفجر؟ نعم أحسنت، أحسنت أبو بكر، شكرا لك. شكرا. أين عبد الوهاب؟ هل هو موجود؟ محمد علي أحسن، محمد فياض موجود يا أستاذ. محمد فياض هنا، ماذا؟ ماذا ممكن أن نسأل عن ماذا؟ ماذا؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل أو ماذا تعمل في الصباح؟ ما الجواب؟ ما الإجابة؟ ماذا تعمل أنت في الصباح؟ صلاة الفجر. أصلي الفجر، نعم ممكن. أصلي الفجر. أصلي الفجر، نعم، أو أقرأ القرآن، تمام. أكمل هنا، ومتى تذهب؟ متى تذهب؟ أكمل تذهب تايم. متى تذهب إلى أين؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ المدرسة. تذهب إلى إلى المدرسة. إلى عملك. عملك. إلى عملك. إلى عملك. 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 متى تذهب إلى عملك؟ ما الجواب؟ أنا تذهب. أنا تذهب؟ لا. إلى تذهب؟ أنا أذهب. أنا أذهب. انتبهوا، أنا أذهب الساعة إلى عملي، الساعة سابعة. 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 أعيد السؤال لك، متى تذهب إلى عملك؟ أنا أذهب إلى عملي الساعة السابعة. الساعة السابعة. الساعة السابعة. طيب هنا الجواب لا، أذهب بالسيارة. ما السؤال؟ أتذهب بحافلة؟ هل تذهب في الحافلة؟ هل تذهب بالحافلة؟ بالحافلة. وكيف تذهب؟ هو قال لا، أذهب بالسيارة. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. أذهب، لا أذهب بالسيارة. هنا المقصود لا، ثم لا يشكر. لا 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 أذهب بالسيارة. أيوة، لو قال لا أذهب بالسيارة هذا سؤال آخر، هل تذهب بالسيارة؟ لا، لا أذهب بالسيارة. لا أذهب بالسيارة. لكن هو قال لا، أنا أذهب بالسيارة، يعني هو يقصد أنه يذهب بالسيارة. بالسيارة. طيب ما اسمك؟ فيصل فياض. شيخ فياض، هذه الباء ما إعرابها؟ هذه الباء بالسيارة. نعم، هذه الباء ما هي؟ أذهب بالسيارة. نعم نعم، هذه الباء ما إعرابها؟ من يعرف؟ حرف الجر. هذه حرف جر. حرف جر. وسيد فياض، السيارة ما إعراب السيارة؟ سيارة. الباء حرف جر والسيارة. من يقول؟ مجرور. اسم مجرور. دائما هكذا.
حرف جر واسم مجرور. سيد فياض سؤال آخر. أيوة. سيد فياض. يس أيوة بس. لاحظ هنا معنا، لاحظ هنا عندنا أستيقظ. 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 تصلي. تنام. تعمل. أنام. أصلي. تذهب. أذهب. أذهب. تذهب. ما نوع هذه الأفعال؟ فعل. فعل ماذا؟ عملي. أنا فعل ماذا؟ ما نوع هذا الفعل؟ هذا؟ ها يا شباب، من يقول؟ فعل حاضر. فعل حاضر. فعل حاضر. فعل حاضر. فعل حاضر. الفعل الحاضر أو المضارع. الفعل المضارع. الفعل المضارع. تمام. ليش فرق اسمه مضارع وها هذا؟ هو في كتب النحو يقولون المضارع، نحن نقول لكم الحاضر لتفهموه أسرع، لتفهموه أسرع. تمام، بشكل يعني ممكن لو قلت لك الحاضر هذا يعني أقرب لك، قريب أكثر لك. تمام، الحاضر لأنه يحصل الآن، present present future. نعم هذا. سأمسح هذا، هل أرسل لكم هذا في الواتساب؟ أستاذ فعل مضارع حاضر. حاضر نعم. ومستقبل. المستقبل هو جزء من المضارع، هو جزء من المضارع. يعني المضارع أحيانا يكون حاضر أحيانا يكون مستقبل. تمام. طيب أستاذ، لدي سؤال. تفضل. كيف معلوم ملابس مؤنث؟ كيف أعرف أن الملابس مؤنثة؟ نعم، المؤنث ما نشير إليه بهذه، يعني نحن نقول هذه ملابس، فهذه تستخدم للمؤنث، هذه ملابس. تمام؟ عادة اسمع، جمع التكسير يشار إليه بهذه. أعطيك مثال، مثال عندك قلم، القلم مذكر، نحن نقول هذا قلم، لكن لو قلت قلم وقلم 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 ماذا تصبح؟ أقلام. أقلام هي جمع تكسير، لذلك نقول هذه أقلام. معنا جمع كله مؤنث، ليس بالكامل، لكن جمع التكسير مفصل. جمع التكسير هذا جمع تكسير اسمه أقلام. أقلام جمع تكسير منفصل من جمع تكسير أو تكثير. تمام جيد. طيب طيب، أين أنس محمد؟ هل هو موجود؟ عساه بخير. نعم أستاذ. موجود أنس محمد؟ نعم موجود. اليوم العشاء عندك يا شيخ، الكل كل الطلاب يتناولون العشاء عندك. جاهز؟ جاهز يعني ريدي. أنا أمزح معك، أعتذر. شيخ أنس، أستاذ أنس، اقرأ السؤال الأول. متى تستيقظ؟ نعم، أجب. أجب مين؟ أنت أجب يعني أنسر. أجب. أستيقظ عند الفجر. أنس محمد. أنس محمد، متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر.
أستيقظ عند الفجر. نعم، لنرى توجد الأجوبة موجودة. طيب أكمل السؤال الثاني، أين تصلي الفجر؟ لا تقل تصلي، قل تصلي. تصلي. نعم. أصلي الفجر في المسجد. أحسنت. الثالث، هل تنام بعد الصلاة؟ نعم. هل تنام بعد الصلاة؟ نعم، أنام بعد الصلاة. نعم، أنام بعد الصلاة. أكمل. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أنام بعد الصلاة. أنام. طيب أكمل. متى تكنس غرفة؟ متى تكنس الغرفة؟ أكنس في الحي الوضارات. لا، متى تكنس الغرفة؟ تكنس تكنس يعني مثل كلين. انظر انظر. وأكيوم. يوم العطلة. صاف كب كرتے ہو؟ الذي حصل اليوم، لا نريد هذا هنا، ناتي الى هنا. مطلب یہ ہوتا ہے نا، انظر استاذ محمد انس تسمعني؟ نعم. انظر، هذه مكنسة كهربائية، هذه مكنسة كهربائية، مكنسة كهربائية. هو يسألك متى تكنس الغرفة، متى تكنس الغرفة بالمكنسة الهوائية. أكنس غرفة اليوم العطلة. أكنس، أحسنت، الغرفة يوم العطلة. يوم العطلة. العطلة. تمام. شكرا يا سيد محمد أنس. أين رضوان عثمان؟ نعم يا شيخ، حاضر. أكمل أكمل هنا. ستة، متى تذهب إلى المدرسة؟ نعم، أذهب إلى المدرسة الساعة السابعة صباحا. حاول أن تقول أذهب. أذهب. أذهب إلى المدرسة. نعم، ساعة السابعة. الساعة السابعة صباحا. ما الذي حصل؟ السابعة صباحا. أكمل. متى تستيقظ يوم العطلة؟ يوم العطلة. يوم العطلة. حاول أن لا تقول العطلة خطأ، العطلة. العطلة. أستيقظ عند الفجر. قل أستيقظ. أستيقظ عند الفجر. أستيقظ. أستيقظ. أستيقظ عند الفجر. عند الفجر. أكمل.
ماذا تفعل يوم العطلة؟ يوم العطلة، انتبه إلى النطق. ماذا تفعل يوم العطلة؟ ماذا تفعل يوم العطلة؟ أغسل الملابس. نعم أحسنت، أغسل الملابس. ملابس. أكمل. أين تصلي الجمعة؟ نعم أحسنت، أصلي الجمعة في مسجد الكبير. يا سلام أحسنت، أصلي الجمعة في مسجد الكبير. في المسجد الكبير. الكبير. أكمل. متى تشاهد التلفاز؟ أشاهد التلفاز الساعة 5 مساء. أشاهد التلفاز الساعة 5 مساء. الخامسة. الخامسة مساء. مساء. أحسنت، ممتاز، شكرا. أهلا وسهلا. شكرا أستاذ. يا أهلا. هذا نجعله قراءة، تسجيل قراءة يوم الخميس. يوم الخميس الساعة 5 فرق. يوم الخميس الساعة 5. الساعة 5. طيب كم الوقت الآن؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لا طيب، أين محمد نويد؟ نعم، اقرأ الرقم 1. يذهب إلى البيت بالحافلة. يذهب. يذهب إلى البيت بالحافلة. لا تقل بالحافلة، بالحافلة. يذهب إلى البيت بالحافلة. 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 أين تصل هذا؟ واحدة. أول واحد. نعم. أول. نعم. اقرأ الثانية. يقرأ القرآن في غرفة النوم. حاول أن تقول القرآن. القرآن. أين الصورة؟ هذا ثالث. جيم. 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 أكمل. يذهب إلى المدرسة الساعة الثامنة. 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 أين تصل؟ دال. دال. شكرا لك. أين محمد فصيح الدين؟ ذيشان. أستاذ ذيشان موجود أستاذ. رقم 4. يغسل الملابس في الحمام. تكنس
غرفة النوم يوم العطلة. تكنس غرفة النوم يوم العطلة. يوم العطلة. حاول أن تقول العطلة. العطلة. لذلك انتبهوا، لا نقول العد العد لا العد. تي هذا خطأ، هذا خطأ، نقول العد التي العد العد التي لا تي. بارك الله فيك سيد ذيشان، ماذا تعمل؟ أعمل مهندس. أعمل مهندسا. مهندسا. نعم. أين تعمل؟ أعمل أين؟ في شركة فجر ديكور في دبي. بارك الله فيك. في أي حي تسكن؟ أسكن في حي البرشة. الوحدة الرابعة. أي؟ أسكن في حي البرشة. البرشة. نعم. هل تعرف ما معنى ذيشان؟ ذيشان يعني ذي شان. ذي يعني صاحب، شان الشأن، صاحب الشأن. صح. صاحب الشأن. لنرى، هي كلمة عربية ذيشان. من أين أنت؟ أنا من باكستان. من باكستان. A great person. هذا في الإنجليزية غير موجود. صاحب الشأن يعني ذي شان في العربية، يعني هذا صاحب شأن، يعني هذا سيصبح شيء، سيصبح في المستقبل، سيصبح يعني إنسان مهم. شأن يعني شرف. ممكن، أحسنت، ممكن. شأن، ما في شأن، شان. شان ممكن فارسي. شأن، ذي شأن. significant ممكن هذا، والله أعلم. لا شرف، شرف. لكن صاحب الشأن يعني هذا سيصبح في المستقبل إنسان مهم. عرفت؟ مهم ما لا أعرف. يعني سيصبح مثلا رئيس، سيصبح قائد، سيصبح عالم، سيصبح يعني شيء، شيء كبير يعني في المستقبل. فهمت؟ هذا معناه في العربية، يعني اسم قوي، اسمك قوي، اسمك رائع. شكرا أستاذ. اقرأ هنا أستاذي، اقرأ هنا. أسرة أحمد لا تنام بعد الصلاة يوم العطلة، تها يكنس غرفة الجلوس. طاها. طاها يكنس غرفة الجلوس. وفاطمة تكنس غرفة النوم. وأحمد يغسل الملابس، ولطيفة تكوي الملابس، والجدة تغسل الأطباق. تغسل الأطباق. تغسل الأطباق. والجد يقرأ القرآن. بارك الله فيك. طيب ابقى معي ذيشان، ابقى معي، ابقى معي ذيشان. أين خان عمير؟ خان عمير؟ خان عمير؟ نعم. أستاذ ذيشان، أنت تسأل السؤال وهو يجيب، وخان عمير يجيب. ابدأ، تفضل.
ماذا تفعل الجدة؟ جدة تغسل الأطباق. 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 ماذا يفعل أحمد؟ أحمد يغسل الملابس. ماذا تفعل فاطمة؟ فاطمة تكنس غرفة النوم. ممتاز، شكرا لك. شكرا لك. محمد عبد القادر، أين محمد عبد القادر؟ نعم نعم أستاذ. طيب ديشان اسأله السؤال الرابع. ماذا تفعل لطيفة؟ انتبه، لطيفة. لطيفة. لطيفة تسكن الملابس. لطيفة. لطيفة تكوي الملابس. تكوي الملابس. تكوي الملابس. ماذا يفعل طه؟ طه. 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 طه يكنس غرفة الجلوس. وماذا يفعل الجد؟ جد يقرأ القرآن. شكرا لك محمد عبد القادر، شكرا لك ذيشان. شكرا مستر. طيب عرف، أين عرفان شيخ؟ فقدنا عرفان شيخ. محمد محسن، أستاذ محمد. نعم أستاذ. تدريب السادس. أستاذ محمد محسن اقرأ. يستيقظ طاهر عند الفجر. عند عند الفجر ويتوضأ في البيت ويذهب إلى المسجد. يصلي طاهر في يصلي طاهر الفجر في المسجد. الفجر. طاهر الفجر. الفجر في مسجدي. طاهر يقرأ القرآن ولا ينام بعد الصلاة. ابقى معي محمد محسن، ابقى معي. أستاذ أويس، أستاذي شيخ أويس، أستاذي. نعم. أهلا بك أستاذ أويس. سيسألك الآن محمد محسن، يسألك. اسأل محمد محسن. متى يستيقظ طاهر؟ متى يستيقظ طاهر؟ يستيقظ طاهر في عند الفجر. قل يستيقظ. يستيقظ طاهر في المسجد عند الفجر. عند الفجر. نعم أكمل. أين يذهب؟ ويذهب إلى المسجد. هل ينام بعد الصلاة؟ لا ينام بعد الصلاة. أحسنت. أكمل. أين يتوضأ؟ يتوضأ في البيت. أين يصلي الفجر؟ يصلي الفجر في المسجد. في المسجد. في مسجد. في المسجد. في المسجد. يصلي الفجر في المسجد. حاول أن لا تقول يصلي، قل يصلي. يصلي. يصلي الفجر. يصلي الفجر. الفجر. المسجد. يصلي الفجر. الفجر في المسجد. ماذا يفعل بعد الصلاة؟ يفعل يقرأ القرآن بعد الصلاة. يقرأ القرآن بعد. شكرا لكما، أحسنتما. ما رأيكم أن نأخذ هذا قراءة تسجيل؟ قراءة يوم الخميس. الجمعة. الجمعة. نجعل الذي بعده ليوم الجمعة. لا أول خلاص يوم الخميس. واحد ممكن نعمل الخميس. اثنان يوم الجمعة أو نوزع. يلا يوم الجمعة. الجمعة. يوم الجمعة.
طيب، وهذا تسجيل قراءة متى؟ ماذا تريدون؟ يوم الجمعة أيضا؟ أيضا يوم السبت. يوم السبت لدي سؤال يا أستاذ. تفضل. هناك متى يستيقظ طاهر في النص؟ الجواب يستيقظ طاهر عند الفجر. نعم. أو يمكن هذا طاهر يستيقظ عند الفجر. نعم صحيح. صحيح. نعم. لا مشكلة. نعم لا مشكلة. في اللغة العربية. اقرأ. في اللغة العربية يوجد عدة أشكال للجملة الواحدة. ممكن أن تستخدم الجملة بعدة أشكال. شكرا أحسنت، ملاحظة ممتازة. شكرا لك. أهلا بك. طيب هنا كم من الوقت بقي معنا؟ 5 دقائق. بقي 5 دقائق. بقي خمس دقائق. سيد نقاش، أين السيد نقاش؟ أستاذي. نعم يا نقاش. صل بين الشيء والمكان الذي يوجد فيه. ابدأ. فرن. أين يوجد الفرن؟ في المطبخ. في المطبخ. أعد. كم أكمل. سرير. في الغرفة. غرفة النوم. غرفة النوم. طيب أريكة. في الحمام. لا كيف؟ غرفة الجلوس. غرفة الجلوس. أكمل هنا. ألف. في غرفة النوم. اقرأ. مرآة. أين؟ حمام. في الغرف. في الحمام. في الحمام. مرآة. ميرور. مرآة في الحمام. أكمل. كتاب في المدرسة. نعم. صلاة في المسجد. نعم. لديك سؤال سيد فيصل؟ شكرا لك نقاش. أين أمير علي خان؟ بسرعة. أثاث، مرآة، وماذا أيضا؟ أساس، فرنيتر، مرآة، ستارة و ستارة. نعم ستارة و سخان. سخان. سرير. أريكة. نعم. أعد اقرأ هنا. أثاث. طيب هنا غرف. حمام. حمام الجلوس. غرفة الجلوس. مطبخ. غرفة النوم. نعم، غرفة الجلوس أو غرفة نوم. ممتاز. هنا أعداد ترتيبية. طيب الأول. الثاني. أحسنت. الثلث. الثالث. طيب هنا أماكن. مسجد. بيت. مدرستي. محكمة أو شقة. شكرا لك.
أين محمد عدنان؟ نعم أستاذي تفضل، هنا خمسة أفعال. يذهب، يذهب صح، يذهب، يذهب أذهب. نعم انظر ماذا أفعل أنا. حاضر. أنا ماذا أفعل؟ ها يشرب. 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 يفعل. يقرأ. ينام. يصلي. ينام. نعم. نعم. ينام كيف أفعال؟ ينام نوم هذا كيف؟ ينام عندك نام في الماضي. طيب. In past. المضارع ينام. الأمر نم. نم. تقول للطفل الصغير نم. Yeah. نم. تقول okay. نم. نم يعني نام، هذا فعل أمر. Command verb ممكن. طيب أكمل. أكمل أستاذي. استفهام، أدوات استفهام. هل، أين، ما، وماذا، ومتى، وماذا، وكيف، وكم. طيب أعداد. سبع، خمسة، خامسة، ثمانية، تسعة، عشرة. تمام؟ نعم. انتهى وقتنا اليوم صحيح؟ وأنا أحب أن أدرس معكم اللغة العربية. أنتظروا لقاءكم، ويعني أحبكم في الله، أنتم إخوتي وأساتذتي. أهلاً وسهلاً بكم في درسي العربية بين يديك.